طيب خلينا نبلش أول إشي بطاقتك يا برج الجوزاء. في شخص متمسك بالتواصل القديم اللي بينكم، المشاعر القديمة اللي بينكم. نشوف خطوتك أنت بالمستقبل، الخطوة القادمة لبرج الجوزاء self love، فأنت مركز كتير وراح تركز أكتر على حالك، كأنه عم شوف أنه أنت ممكن حسيت أنك أعطيت كتير لهالعلاقة ولهالتواصل، فأنت مركز حاليا أكتر على حالك. أيضا عم شوفك عم تحس أنه الإشي اللي سويته للبعض منكم اللي اختار قرار معين أو إشي معين، عم شوف أنك راضي عنه، عم تحس انك طلعت من الموضوع منتصر. مركز على الجانب الروحاني كتير بحياتك في المستقبل، خطوتك يعني للمستقبل رح تركز اكتر على الجانب الروحاني، لانه انت بتحس انه هاي هي الطريقة الوحيدة او الطريقة الصح الافضل لحل الامور، انه انت تركز على حالك، تشتغل على حالك، تطور من حالك، إنه مش كل إشي في عندك القدرة على حل المشاكل، في بعض الأشياء أنت لازم تشتغل عليها جوا حالك، وهو لازم يشتغل عليها أيضا جوا حاله. فعم شوف في المستقبل أنت عم تفكر لسه باستقرار، بدك إشي مستقر، بدك على الناحية العاطفية، أو من الناحية العاطفية بدك تكون أسرة، ولكن عم شوف إنك بالمستقبل ناضج أكتر، لأنه عندك بكروتك أو بالطاقة الحالية عندك أغلب الكروت شخصيات صغار أو شخصيات غير ناضجة أو غير متشور عقليا، ولكن بطاقتك للمستقبل عندك ملكتين، Queen of Wands و Queen of Swords، فبيبين إنه أنت من خلال السلف لوف، السلف هيلينج، من خلال الشفاء الذاتي راح توصل إلى مرحلة اللي أنت تكون فيها ناضج فكريا، يعني حتى بحكمك على الأمور وبحكمك على العلاقة واتخاذ القرارات بها العلاقة راح يكون منظورك منطقي أكتر، راح يكون منظورك لوجيكال أكتر أو في حكمة أكتر، لأنه أنت مركز على الجانب الروحاني أيضا، فأي قرار راح تختاره مش راح يكون قرار بناء على يعني قرار متهور، مش راح يكون قرار متهور. بالنسبة للخطوة القادمة للحبيب أو للشريك، راح يمر بتغيرات هالشخص، سايكلز، وعندك the death card، ففي إشي بحياته هالشخص عم يسكر فيه حاليا، كارما لازم يحلها، أو أيضا the wheel of fortune عندك هون، the devil. بصراحة الشخص اللي أنت عم تتعامل معه أغلب العقبات اللي بينكم هي عقبات في داخل هالشخص، يعني في عنده the devil، فهالشخص من جوا بعقله الباطني في عنده عادات لازم يتخلص منها، أشياء لازم يتخلص منها. the wheel في عنده تغيرات لابد من إنه تصير، ولكن هو عم شوفه بده يحكي، لأنه Ace of Swords تواصل، Eight of Wands أيضا تواصل سريع، فهو البعض منكم اللي مستني خبر من هالشخص، عم شوف بخطواته بالمستقبل في عنده نية إنه هو يحكي معك، والحكي رح يكون عم شوف على جانب صداقة أكتر، يعني راح يحاول يرمم
الأمور اللي بينكم أو يصلح الأمور بينكم بأنه يكسبك كصديق قبل ما أنه يكسبك كحبيب، لأنه هو بيشوف أنه هاي هي الطريقة الأمثل لحل الأمور. ممكن يكون التغير بأسلوب الحكي معه، أنه رح يحكي معك بطريقة مش كتير فليرتيشس أو ما فيها كتير غزل أو مش كتير مشبعة بالعاطفة، ولكن ممكن تكون على جانب صداقة أكتر، أنه بشوف بده هالشخص يكسبك كصديق قبل ما أنه تكون حبيب. أيضا Ace of Swords تواصل، رح يكون في إشي رح يعترف فيه الشخص، في عنده إشي بده يعترف فيه الشخص، بده يحكي فيه. طيب بدنا نشوف طاقتكم المشتركة للمستقبل. في حدا، في طرف، لأنه هالطاقة بينكم مشتركة، ففي طرف عم يتبنى طاقة الفيكتيم مينتاليتي، أو شخص دائما بيحكي إلى الطرف الآخر إنه أنا مظلوم دائما، أنت دائما بتظلمني، أنت دائما، بيتخذ هالطريق طريق إنه يحسس الطرف الآخر بالذنب. أيضا عم شوف أغلب الكروت اللي طلعت عندكم 10 of pentacles, 4 of pentacles, 8 of pentacles، يعني أوراق جميعها مادية هون أو أرضية. فالطاقة بينكم، الطاقة الأرضية عادة تكون طاقة كتير بطيئة بالحركة، فالتحرك بينكم رح يكون بطيء. أيضا رح يكون في تحفظ كتير من الطرفين بإظهار المشاعر بينكم. رح توصلوا إلى مرحلة تحسوا فيها إنه فعلا أنت عم تحط مجهود وهو عم يحط مجهود، ولكن عم شوف في طرف منكم رح يرسم حدود، رح يقرر إنه يحط حدود في هالعلاقة لتجنب إنه الأمور ما تطلع خارج نطاق السيطرة. يعني انتو فهمتوا، عم شوف الطاقة المشتركة في المستقبل، اغلبكم فهموا انه حتى ولو هي علاقة عاطفية لابد من انه يكون في حدود ومساحة خاصة بكل طرف، لابد انه يكون في مساحة لإلك، مساحتك انت الخاصة، ومساحة لإله، مساحته هو الخاصة. فعم نشوف بالمستقبل في تحفظ رح يكون، حدود إيجابية، يعني هي حدود مش سلبية، في رح يكون بينكم حدود بمعنى إنه ما حدا يتجاوز مساحة الطرف الآخر. أيضا عم نشوف في شراكة بالشغل، التواصل بينكم رح يكون أفضل. Page of Swords في عندكم رح يكون مواضيع أكتر تحكوا فيها، التواصل رح يكون صريح أكتر، مش رح يكون في مشاكل أكتر يعني، بس تحكوا مع بعض في نوع من النضج لحل المشاكل. حتى لو في مشاكل رح يعني تتناقشوا وتوصلوا إلى تفاهم مشترك بينكم، شغل مشترك بينكم. Three of Pentacles في شراكة بالشغل، انت مجرد ما انك تشتغل على حالك وهو مجرد ما انه يشتغل على حالك، هاي تعتبر شراكة في المجهود، لانه انت عم تحاول تحسن من هالعلاقة وهو عم يحاول يحسن من هالعلاقة. الحلو صراحة بخطوات المستقبل، طاقة المستقبل جميعها، الحلو فيها انه عم شوف في نضج كتير كبير بينكم، بالذات من بطاقتك انت برج الجوزاء، عم شوف انه في نضج كبر بحل الامور. فبتوقع انتو بالمستقبل رح توصلوا الى مرحلة، او حاليا ممكن انت اوريدي عم تفكر بهالاشي،
جميع الخطوات اللي راح تاخذوها والقرارات راح تكون مبنية على للمستقبل. يعني أي قرار راح تتخذوه راح تفكر إنه للمستقبل. عم شوف إنه بدكم تبنوا مستقبل مع بعض. مجرد ما إنه أنت تحط مجهود على حالك وهو يحط مجهود على حاله، هاي هي الطريقة اللي راح تتصلحوا العلاقة فيها وتكون أفضل. أوكي حبايبي برج الجوزاء، عم شوف حاليا أنت عم تركز على كيف تشافي حالك، كيف تداوي حالك، مركز أكتر، عم تهتم بصحتك أكتر، عم تهتم بحالك أكتر، عم تحب أيضا تطلع في الطبيعة، أو عم شوفك شخص مش عم يلتزم بالطرق التقليدية لحل الأمور أو للعمل مع الأمور. عم شوفك عم تتخذ طرق غير تقليدية لحل الأمور. أيضا من الناحية المادية عم شوف إنه أنت مركز أكثر من الناحية المادية، في عندك حاليا عم تحس برضا، رضا نفسي، عم تحس أنت بالوضع المادي وأيضا بالوضع العاطفي عم تشتغل أكثر، وصلت إلى مرحلة اللي أنت عم تحس فيها بالرضا النفسي عن وضعك المادي. ممكن عم تفكر بأنك تتطور أكثر من الناحية المادية وأيضا من الناحية العاطفية، ولكن أنت حاليا في مرحلة راضي فيها عن نفسك وراضي فيها عن اللي بيصير. عم شوف فقط من الناحية العاطفية، أو للبعض منكم من الناحية المادية، لأنه في عندك أوراق مادية كتير طلعت، فمبين أنك مركز أكثر على الوضع المادي، ولكن البعض منكم عم شوف إنه أنت عم تحس إنه أنت عم تبذل مجهود ومش عم يعود عليك بالنتيجة اللي أنت بدك إياها. البعض منكم عم يحس إنه عم يحط كتير في العلاقة، عم يحط كتير بالشغل، عم تعطي من حالك كتير، وأيضا عم شوف إنه أنت عم تاخذ الأمور بعفوية. عندك the fool card، يعني عم تاخذ الأمور أكتر بعفوية، عم تخليها تمشي مثل ما الله بيريد. عم شوف، ولكن بنفس الوقت عم شوف إنه في عندك خط واضح أنت عم تمشي عليه، لأنه عندك أيضا the emperor card. the emperor card شخص بيعرف شو هو بيريد. فإذا أنت بالعلاقة مع حبيبك مع شريكك بتعرف أنت شو بتريد من العلاقة، ولكن بنفس الوقت مش عم تضغط على الأمور، يعني عم تخليها تمشي مثل أو تيجي مثل ما هي تيجي، ولكن يعني براسك أنت في داخل نفسك بتعرف أنت شو بتريد من هالشخص، شو بتريد من هالعلاقة. خلينا نشوف طاقة الشريك أو الحبيب. حاليا الحبيب عم يفكر كيف يداوي نفسه، هيلينج. عم شوف متضرر حبيبك، شريكك متضرر نفسيا، عم يحاول يشافي حاله، يداوي حاله نفسيا. في عنده حبيبك في مفترق طريق، في عنده شيئين لازم يختار منهم، شخصين، انت العلاقة وعمل وظيفة، العلاقة او العائلة. في امامه شيئين عم يحاول يوفق بينهم، وهو حاليا في متناقض نفسيا أو غير قادر على اتخاذ القرار حاليا، فهو عم يركز أكثر كيف
يشافي حاله وكيف يداوي حاله. عم شوف إنه من ناحية نفسية مشوش، عم يحس بخسارة من نوع ما. للبعض منكم اللي انت مش عم تحكي مع الحبيب والشريك، هو عم يحس بخسارة، عم يحس انه خسر اشي، عم يحس انه خسرك، انه خسر العلاقة. في عنده مشاعر واحاسيس بالذنب كتير عميقة الشخص اللي عم تتعامل.